حبايبي اليوم يصادف يوم عيد الأب و الأبهات. أبو أنس دخل السامس كلاب قلت له أريد أشتري لك هدية رقية، روح تجيب لنا إياها. كلش رومانسية. مو هو زين بالرقي، هو يعني صدق أبد ما تخيب، يعني من العراق الرقية مالته يعني حمرة دم وعسل. فهسه من يشوف الفيديو يقول لي لعد انتي دازتني اجيب رقيه والي هديه لعد ما تاكلوها يسويها. ترى ابو انس دارد اشوف جاب الهديه مالته الا ما جابها، ماكو احتفال. رقيه ما جايب لنا؟ اي اكو رقيه بالعربانه. وين شوف الله؟ هو قلت له قال لي شو اسوي؟ قلت له كل شيء ما اريد بس رقيه لك هديه. هابي فادرز داي. هاي الهدية مالتك الرقية مو عبالك. باعوا هذا يابا، باعوا البنزين بأمريكا جايب 5 جالونات دي مليها، واليوم البنزين ب$5 الجالون، 5 دولارات و29 سنت. الله يديم الرخص. صار لنا نص ساعة ننتظر هنا. وهذا النوب جايب لك هاي، رجعنا على ايام العراق، جايب جالونات وقاعد يترس. وعيده يترس واحنا وراه. نوره عندي سؤال، هنا أنا يعني يصير يخزنون بنزين مثل من كنا بالعراق؟ والله اعتقد عادي ماما، يعني البيوت كلها خشب مو خطر؟ فول عمو فول. كم واحدة؟ كم جالون جاي؟ 1 2 3 4 مو أني مدى أشوف هاي أسألي حتى الآن. 4 3 4 5 يمكن 5. طبعا أحبابي البنزين عندنا يعني أني من إجيت الأمريكا ليسا ما شايفة هيجي أسعار، والسرة صار إنه يجي نص ساعة واقفين يمشي على كيفة، واصل 5 دولارات ونص وين بالبنزينخانات، بس سامس شوية أرخصهن لهذا إجينا. هسه هذا 4 وشوية مو لعب 5 إلا 5 هنا 499 يعني 5 أي يعني 5 يعني أزمة هنا صايرة، أزمة اقتصادية، مدري أزمة بنزين، مدري والله ما أدري. المهم اللاصة أي هاي شنو شغلتها المرية تفتر تشتغل بالبنزينخانة؟ يعني شنو أدري، تنظم مرور غرف؟ لا يعني إذا احتاجوا مساعدة شيء هي لأن هذا لازم عندك اشتراك. أي فيعني مو بنزينخانة عادية. نوارة نزلت تفول. أنا أتذكر بالعراق كان واحد يجي يفول لنا يوقف على البنزينخانة مثل بعض الولايات هنا بأمريكا، بس هنا اخدم نفسك بنفسك، الشخص هو يفول. ما اريد اصور لكم زين مدى شو. طبعا هاي السيارة البريس كنت افولها ب $14 اتذكر كل اسبوع مرة، بس هاي 41 وهمينا اصلا شان بيها شوية اوريدي كانت تفولها ب $14، هسه يوصل 30 دولار. لا هسه وين؟ 41. 41 همينا اوريدي هي بيها. مبروك كونجراتوليشن. يعني اوصل للنهايه وفولها ب $14 بس. الاسعار كلش يعني ارتفعت. لا روح منا يلا. تصوروا اني من اجيت الامريكا كانت ذاك اليوم طلعنا الفيديوهات القديمه مال انس. اي الجالون. الجالون بدولار و80 سنت. دولار و80 سنت وهسه صاير ب5.5. بدنا نستمع الناصر القصبي على بالبودكاست يتكلم عن مسلسلة العاصوف معشوقة أبونا أبو أنس. يعني أقول لكم عادها 50 مرة قليل ومستمر ونورة شافت هذا البودكاست قالت لحبيبك طالع بالبودكاست كان يقول القي خل نستمع. أبو أنس بما أنه اليوم عيد الأب طبعا هابي فادرز داي،
شكرا. واشتريت لك رقية من سامس. عيد أب سعيد للجميع وللآباء وللي راح يصيرون آباء. اي زين اشتريت لك رقية من سامس. اي ومن كاسكو شو تريد اشتري لك؟ لا انا ما اريد هدية. لا عاد شو تريد؟ هديتي هذه لكل احبابي. اي بناتي واولادي. البامية والتبسي والشجر اذا ما تبات ما تصير طيبة. فهي طبيعتها انه تبات. حتى جدي الله يرحمه ابويا اذا ما تبات الاكله ما يستذوقوها. اي ما تطعم الطعامها. اي تمام لولا. هلا حبيبتي. الله يسعدك. داري اسال اقول له اليوم عيد الابو شو تريد اجيب لك؟ جبت لك من سامس رقيه. هاي هديتي. هاي بس رقيه شو انا اريد غير هديه. هسه يريد النوبه البانيه ولا التبسي والهاي باتن. انا اريد انت تحكمين. اي فيا انت تحكمين. اي فيا الباني اذا ما تبات والتبسي والشجر الفاصولية اذا ما تبات ثاني يوم ما تصير طيبه يا ناس. اي زين شنو يعني احنا دنذبها يعني هسه خلوها تبات بالثلاجه اعطيها. انا اي صدق هاي العراقيين كلهم يقولون البانيه والفاصوليه من تبات تصير عطيه. هذه فخليها بالثلاجه تبات. الدليل من نرجع اصور للمتابعين افتح الثلاجه واشوفهم بايته البانيه. اي البانية طيبة. هي البانية طيبة. بالفيديو ما شنو. اي حلوة ليش تقول ابو منو؟ اسمي ابو اركان. ابو اركان يا هلا. يا استاذ ابو اركان. نعم تفضل. انت يجوز من جيلي اصغر من عندي. احنا متعودين الاكلات هذه اذا ما تبات ما تصير طيبة. إيه بالعراق. ما تصير فيها لبن. هسه وصلت فكرتك أبو أنس وهسه هي راح تتابع الفيديو راح أفتح الثلاجة وأشوفها عندي بانية بايتة أنت ما تندلها. أم أركان. أم أركان. إيه. هاي أولاً. ثانياً تدرين دا تتابعونا هي عندنا ثلاجة واحدة مستعملة بالجراج لسه ما وصلت الأوردر مالتنا. إيه مو هسه تحولت صدق. إيه إيه. مخير عليكم. الله يسلمك. شكراً على الهدية إذا خليتيها تبات. هاي هديتي. حتى الرقية. الرقية والله الرقية حتى لما تفتحها ما تصير طيبة إذا ما مو هسه الأيام لا نعوفها برا يعني ساعتين ثلاثة دي يجي بق صح لو لا ما نقدر نعوفها برا. باعي يا ما أقول لك مع احترامي لك خلي نجيب خيمة أي ونقعد على أيام قبل نكون شد لا اسمحيني الدليل كنا ننام بالليل أي المغرب نشيل شيء في الرقية خلي عتيغة عتيغة بالسطح حتى شنو يضرب الهواء تبرد أيه. وتصير احلى طبعا. ابو اركان كيف على هالسوالف. انت تبيتين البانيه لو ما تبيتيها؟ انا يومين ناكلها نحب هالبانيه. اي انت على راسك. يلا حبيبتي البانيه طيبه. يلا اوكي نايس تو ميت يو. ان شاء الله. يلا هابي فادر دايز. والله يا ورد ناخذ هذا الورد الاحمر. أبو أنس شو صافن؟ شوف هذا الورد هذا يعني دليل المحب. لو تريد أخذ لك دليل الغيرة هاي الأصفر الغيرة. أي والبرتقالي هذا يمكن مخبوط غيرة وحب. الحب حتى مو تقول رقية وشدة ورد. أنت ما جبت لي شدة ورد بعيد الأميات. لا 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 بس بلاستيك. بلاستيك إيجاب لي. ها عيني مو بس اسمك بنزين. لعد اسمك فلج. اي والله فلج ماكو بعيد ثلاجة لك هنا يعني شو يسموه كوسة جمال التسوق. مليانة لهنا اتياسة مليانة اليوم ماكو. مهم جدا وجودك في تفاصيلي. هو هاي هيك الابهات خلصوا الثلج خلصوا الغاز خلصوا شنو هاي الابهات يخلقون ازمه والامهات يحلوها. اي الامهات ايش قد حلو عيدهن. الامهات عيدهن ايش قد حلو يعني شنو قصدك معنى يعني قلب الشاعر. لا ما اريد اتكلم. طبعا نختم الحلقه بعيد الاباء نقول لهم هاي البانيه البايته زين. الشجر لا للطبخ خلونا على البانيه. حتى ابو ادس انتوا تكونون شهود من يقول بقوا المرقه بايته تصير اطيب. رجعنا تعبانين
شوية صارت ظهرية، بس حبيت أختم الفيديو وأقول لكم كلمة أخيرة أحبابي. هذا اليوم صورنا لكم إياه من عائلة عراقية عايشين بالولايات المتحدة، ونقول على الطبيعة بدون يعني شو نقول فيك، بدون كذب، بدون فخفخات. يعني إن شاء الله العصر أحتفل ويا أبو أنس، أني والأولاد مسافرين، بس أني ونور، حتى علاء ما موجود ولا أنس ولا فيرة، كلهم مسافرين. فإن أهم شيء المحبة بيناتنا والتعاون ونقول والتسامح، هاي السمة أريدها تزين بيوت كل أهلنا. شو نقول كل أهلنا العراقيين وكل أهلنا كل الأسر، كل الأسر مهما كانوا، تزينهم المحبة والتسامح والتعاون. هلا هلا أحبابي، أقول للأب يا ربي يخليك ظخور وسند لعائلتك وتكون محب لعائلتك وتبرهم، وأكيد بالمقابل أنت اشتزرع راح تحصد، أكيد أولادك حتكون عزيز عندهم وبكبرتك يداروك ويحبوك مثل ما أنت زرعت محبة راح تحصد محبة. ويا ربي، وأقول للأبناء هلا هلا بأبهاتكم وأمهاتكم وخوتكم، أنا دائما أوصي أولادي أقولهم هلا هلا بخوتكم أحبابي، أنتوا جذر حتى لو يدخلون ناس آخرين لحياتكم تبقون أنتوا الفرع الأصل. أبد يا أبني لا تنسى أختك، ويا بنتي لا تنسين أخوك، تذكروا لحظات الطفولة ولحظات من كنتم ملمومين ببيت واحد، ويا ربي يجمعكم على المحبة المحبة المحبة. وأقولكم مع السلامة، وربي يحرس الجميع، ولا تنسون الاشتراك، صعدوني هالسنة للمليون ترى أزعل عليكم. مع السلامة.